يواجه فريق الترجي التونسي فريق شبيبة العمران في الجولة العاشرة من الدوري التونسي. لكي تشاهد معنا هذه المباراة ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المصطفى للمباراة ملعب الأولمبي الحمد الراقبي براديس في تم الساعة 4:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 6:30 بتوقيت السعودية وقطر والإمارات. سوف تنقل المباراة عبر قناة الوطن الواحد، والموقع ديوان تجدون البث في صندوق الوصف عند بداية المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي توصل المواعيد وتفاصيل المباراة القوية والمقبلة، وأترككم موعد في موعد قادم.